طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أيام مرت على الهجوم على قرية نهر الإمام في محافظة ديالى، فيما لا تزال عمليات إحراق وتدمير المنازل مستمرة على يد ميليشيات الأحزاب، في الوقت الذي يستمر فيه نزوح الأهالي من القرى إلى خارج قضاء المقدادية، حيث أكد عدد منهم أن قوات الأمن الحكومية لم تقدم شيئا يذكر غير الإشراف على عمليات تهجير السكان من قراهم. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. جانب من آثار الدمار الذي طال قرية نهر الإمام في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى وفق ما تداوله ناشطون، مع استمرار عمليات إحراق منازل سكان القرية وباقي الممتلكات الخاصة والعامة بعد قتل عدد من أفرادها وتهجير من بقي حيا منهم. مشاهد من قصة عنوانها استهداف المدنيين من قبل ميليشيات الأحزاب وعجز القوات الأمنية المنتشرة في المقدادية عن حمايتهم. هجمت علينا الميليشيات يعني أبشع الطرق، حرق، قتل، سلب، يعني تفليش للمنازل، نزوح للعوائل، ما خلت يعني، وتجريف البساتين، حرق البساتين، ما خلت، إعدامات ميدانية. انتهاكات تأتي ضمن مسلسل إبادة وتهجير ممنهجين على يد الميليشيات في محافظة ديالى منذ سنوات دون محاسبة الجنات. وفي مقابل تلك الفوضى الأمنية، تعترف قوات الجيش والشرطة للأهالي بعجزها عن توفير الحماية للسكان واقتصار عملهم على إخلاء القرى المنكوبة من سكانها. الجيش والشرطة طلعونا، قال لنا اطلعوا ما نقدر نحميكم. هاي اللي سبب طلعتنا، جو حصرونا قالوا لنا ما نقدر نحميكم، يلا طلعونا بالدوريات. المواشي التابعة لأهالي قرية نهر الإمام مشمولة هي الأخرى بالتهجير بإشراف القوات الأمنية. لا حماية لسكان قرى المقدادية ولا لممتلكاتهم، سواء من القوات الأمنية أو من السياسيين الذين أطلقوا الوعود خلال المواسم الانتخابية بتوفير الحماية الكاملة لسكان مدن وقرى المحافظات المنكوبة. وشاربكم وشارب كل طيب، اللي يلعب بأمن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها إلا يكسر ظهره. وعود لاقت سخرية واسعة في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن معظم العراقيين يعلمون أن مثل تلك الوعود مجرد دعايات تذهب أدراج الرياح بانتهاء كل انتخابات. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال محمد من بغداد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذ، الشغله اللي صارت بديالة، نعم، مال المقدادية، نعم، تعرف على هذا شيخ بني تنين، هو يمثل احد عشائر بني تنين. على اساس يعني يطبب يسمحوا لهم ان يهجرون الناس، وهاي مبينه المنطقه، منطقه ديالى كل جهه مسيطره عليها بني تنين. زين، وعيب عليه هذا الشيخ من طالع يقول نفس ديالى، يعني شيخ بني تنين هو شيخ بني تنين، هم مسيطرين على المحافظه كلها بني تنين، يعني بس عندك خانقين تابعه الشمال، ولا الباطيه السعديه، الشعربان، ما تلقى لك واحد سني. زين، عليهم العامري، زين هذا العامري مسيطر عليها، هاي من الاجيال المتلاحقه. زين، وهاي بني تنين، بني تنين هم مسيطرين على المحافظه كلها، هي بين يعني بني تنين انت بالقوات الأمنية، طوب القوات الأمنية واقفة متحف ديمقراطي، هو هذا بلد ديمقراطي، بلد عندك اليابان، اليابان اللي تقول بلد ديمقراطي ما يصير. نعم،
محمد من بغداد كان معنا، يعني بالأخير كان هناك مشكلة في الصوت معنا من بغداد. العفو محمد. أبو مصطفى من ديالى. أبو مصطفى من أي منطقة من ديالى جنابك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أنا من المقدادية. أنت من المقدادية؟ يعني محافظة ديالى المقدادية. نعم. سولفنا على اللي صار وعلى اللي يصير، يعني لغاية الآن هناك عمليات حرق للمنازل وعمليات حرق للبساتين، وكذلك تهجير المواطنين ما زال مستمر. سولفنا اللي دا يصير هناك. صحيح. الحد لهذه الدقيقة هو الميليشيات مسيطرة على المناطق محافظة ديالى المقدادية خصوصا، يعني خصوصا نهر الإمام. نهر الإمام يعني خطيئة، هو من 2000 متر على حد الدقيقة يهجرون بهم وهالشغلات. نعم. زين، والمسؤول كله على هالتهجير والتدمير كله متنة تنين محافظة ديالى. زين، هذا متنة تنين، يعني هو نقبة على المنطقة، وهسه مسوي يعني مسوي فصائل إجرامية، هو المسؤول عليهم اسمه قاسم خماط، يعني ضابط مركز المقدادية يداوم، هذا مسؤول على التعذيبات. زين، اسمه قاسم خماط التنين. زين، لحد هالدقيقة جاي يجيبون ناس من جوا خطية، من نهر الإمام، بابلان، شوكر ريم، فهو جاي يعذب بيهم قاسم خماط يسلمهم للميليشيات. زين، نعم، لحد هالدقيقة. ومن الساعة بالستة يعني مساء لحد الساعة بالستة صباحا نطبق حظر تجوال بس على الفقير، وعلى الفقير ما عنده شيء، وأما الميليشيات لا جاي يفترون. الميليشيات كل فصائل، كل مسؤول فصيل، واحد منهم اسمه رياض بن منورة جاي يدق يحط اللزقات على قمة سياراتهم ويطلعون الغراض والغنم والعالم الجوة. زين، هذا رياض بن منورة من غزلجة، منطقة غزلجة. شلون نفسر بيان يوم أمس لبعض من قالوا بأنهم شيوخ عشائر في بيان دعوا به إلى حرق البساتين؟ يعني هل يعقل بأنه هذا حل أنه يحرقون البساتين والمنازل؟ احنا ما زال عايشين بشهر ربان المقدارية أخويا. نعم. احنا ما متفاجئين بهذا الشيء. يعني هسه هذا شيء بسيط وقليل، هذا هسه العلم بالإعلام، يعني بالإعلام هذا شيء بسيط. وإنما إذا بشوف بالواقع الحال، واقع الحال اليهودي أرحم من عندهم، والله العظيم عاشر اليهودي ولا تعاشر هاللمة هذه. زين، يعني شنو الهدف؟ بس الله سبحانه، شنو الهدف من حرق البساتين والدعوة إلى حرق البساتين والمنازل واللي نشوفه؟ برأيك أنت من ديالة شنو الغاية من عدها؟ الهدف ما يخلون ولا سن، يعني ما يخلون ولا سن بمحافظة المقدادية، اللي يرضون إيران به، إيران القوات بدر، إيران والعصاب هذول يرضونها بيعمود. زين، نعم. ويعني هسه إذا طب المديرة مال المقدادية، سجون مال المقدادية، يعني صور غرفة 5x4 كبيها بالخمسين واحد أو 75 واحد، والله العظيم جاي أحكي لك، جاي أحكي لك، والله العظيم أحكي لك يا صديق. نعم. يمكن غرفة 5x4 يمكن بيها 50 واحد ل 75 واحد. زين، والجاي عذب بيهم واحد اسمه قاسم خماس، وأمر مدير مركز المقدادية هذا عميد عقيل وأخوه جاي عذبون بالعالم. زين، وين الحكومة؟ نعم، وين الحكومة والقوات الحكومية من كل ما ده يجري بدياله وبالتحديد بالمقدادية وقراها؟ هو أفسد دائرة، هي أفسد دائرة شفناها، يعني أفسد دائرة حكومية هي وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي من أفسد الدوائر الحكومية بمحافظة ديالة، ومن أجرم الدوائر، من أجرم الدوائر هي دائرة وزارة الداخلية. والله العظيم، والله العظيم لا أكو رحمة ولا شفقة ولا حقوق إنسان نهائيا بها، والله العظيم جاي أحكي لك. يعني يطب جوا بالسجن بس الله سبحانه وتعالى، بس الله إله. زين، وخطية هاي جاي يشوف الناس نهر الإمام سوبي كلهم خطية من 2007 لحد الدقيقة، خلوا بس الأطفال والنسوان والجهال، وهسه رجعوا عليهم نفس الأخت دي يسوون بيوتهم وينسوون نفسه. زين، نعم. من 2007 أشدوا ياهم لحد الدقيقة هذه. زين، عافوا مناطق جبور مسحوها المسيح، النبر رجعوا على المناطق، هسه بقت بس منطقة واحدة بلور، منطقة بلور جاي يحومون عليها يومية بدون يمسحوها أمين. نعم. زين، شو تفسر صمت الحكومة؟ عيون شو تفسر صمت الحكومة؟ ها؟ شو تفسر صمت الحكومة؟ صمت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؟
يعني هو مو يقول انا رئيس حكومه، احنا محافظه دياله طلبنا الوحيد. نعم. ويقول هو انا ماشي على اصلاح صحيح. اذا هو صدق مصلح صح بس اريد يبدل لنا محافظه دياله. اتحدى من هذا منبركم، منبر الحريه يعني زين، يعني اتحدى يعني تصور ما يقدر يبدل نهائيا يعني. يعني من اشرس الاجرام واشرس الهاي هو محافظه دياله. نعم. عصابات محافظه دياله كلها بيده، هو بيده التعذيب، بيده الخطف، بيده البوق، بيده كل شيء. هذا قبل اسبوعين ثلاثه حمود حمد وهاي مش شهربان، هم من عصابه اسمهم حمود حمد وجماعته، قلت له رتبه مقدم ما شنو؟ لحد الان ما مطلع شو اسمه، ما يقدر يطلع عليهم امر القبض. نعم. زين ما يقدر لان طبوا لهم مخدرات، ما يقدر يعني يستخدم في اجراء بيهم. زين هيك تصور. الله يعينكم والله يحفظكم، نسأل الله أن يفرج عنكم وعن جميع العراقيين. كان معنا أبو مصطفى من ديالة شاهد عيان. معنا أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، شو تفسر ما يحصل في محافظة ديالة واستمرار عمليات التهجير وحرق البساتين هناك؟ السلام عليكم أخوي أستاذ. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. احييك واحيي قناه الرافدين الشريفه الاصيله. يا اهلا بك. احيي الشعب العراقي استاذ عمر. نعم. يعني احنا ما كافي عاد احنا الجامل ما هي الشغله بين ذي شيء استاذ عمر. نعم. يعني انا هسه حتى على وزير الداخليه وعلى وزير الدفاع خلي يطلعوا لي يصرحون تصريح واحد، يعني تصريح واحد، يعني بس أنا أسأل سؤال واحد على كل مسؤول أدى اليمين الدستوري وحلف يمين. يعني أسأل بالله علي، يرضى له هذا؟ يرضى له على نفسه على أطفاله يقبلها علي هذا؟ يعني وين أنا بس أناشد أقول وين الضمير العراقي؟ العراقيين ترى الضمير، بس قل لي ضميرهم وين؟ يعني إلى متى؟ شنو ذنب هاي العوائل؟ شنو ذنب اللي سوته خلي يطلعون عمي خلي قتال؟ قال عالم تسكت يا بذولة ترى صاحبي صوج عملهم كذا كذا. أتحدى واحد منهم هسه يطلع مسؤول ويصرح تصريح، وأتحدى النوب شغلة ثانية، أتحدى هيئة علماء المسلمين سنة وشيعة، اتحداهم يطلعون هسه واحد منهم ويصرح ويقول دم المسلم على المسلم حرام. الهام اتحداه الهيئة طلعت مو اليوم والبارحة، الهيئة عمر اذا يعني حرمت دم العراقيين مو اليوم والبارحة. هي هو عمر إذا نعم استاذ عمر اذا سمحت تعطيني المجال امام ترى تعطيني المجال شوي. وهاني يا أستاذ عمر هسه الموضوع اختلف، ترى مو مثل قبل، هسه صار اختلاف. يعني هسه المناطق هاي لازم أوامر من الجهات العليا، يا بتحرروا لنا ياها ما تخلونا أحد بيها، ما نريد نحكي بالطائفية يعني عيب عليك حتى يصير. لا الأمر أصبح واضح أبو عراق، الأمر أصبح واضح للناس جميعا، والناس هم طلعت في بغداد والنجف، والناس دي نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، العراقيين دي يحشون، عرفوا اللعبة، عرفوا الشغلة، انه الموضوع لعبة طائفية سياسية يضربون بها عصفورا بحجر، هم يفرغون هذه المناطق من سكانها الاصليين، وهم يضغطون على باقي الاطراف للحصول على مناصب في الحكومة القادمة او في البرلمان. تدري جماعة الميليشيات خسروا بالانتخابات، يريدون يسوون خلط للأوراق. أستاذ عمر رحمة الوالديك، إلى متى إحنا لا يخسرون هيك يسوون بالعالم؟ يعني بس أريد نمشي بالنوب الشعب العراقي، ما كافي السكوت؟ نعم مو كافي السكوت والله، ترى الشغلة بعد ما تتحمل حيل. يعني هذا هسه من جاي يشوف هذا اللي جاي يهجرون وجاي يحرقون وجاي يبوقون، هسه ما افتهمناهم هم قتلة سراق حتى نفتهمهم على جهة. خلي يطلعوا لي أحد المسؤولين القياديين الكبار. يعني أنتم القياديين، أنتم مو
وتاريخكم وقول يا ابا ترى هاي الوضعيه ما بدينا شيء احنا، ترى الشغله من الجهات العليا. عم والله ما حد يقدر. الله وكيلك استاذ عمر، ولا طولت عليك. انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه كان معنا. ابو محمود من الموصل، ابو محمود كيف نفسر عجز القوات الحكوميه عن حماية المواطنين في قرى المقدادية واستمرار عمليات حرق البساتين والمنازل هناك؟ تسمعني أبو محمود من الموصل؟ أو محمود من الموصل؟ انقطع الاتصال مع محمود من الموصل. طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال بأن المدن العراقية تشهد الكثير من الحالات التي تشير إلى وجود تغيير ديموغرافي ممنهج وتهجير قصري بدواعي طائفية وانتقامية، وتقوم بهذه الحملات كما قال المركز الميليشيات التابعة للأحزاب المتنفذة في الحكومة بشكل أساسي وبمساندة الأجهزة الأمنية. أضاف المركز بأنه بحسب شهادات حصل عليها من أهالي الضحايا في قضاء المقدادية، فإن محافظة ديالى تشهد أوضاعا أمنية متردية وعمليات خطف واغتيال تمارسها الميليشيات المسلحة والخارجة عن القانون ضد الأهالي، فضلا عن عمليات التهجير القصري تنفيذا لأجندة خارجية بإفراغ المحافظة من أهلها. ونبه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب المجتمع الدولي بأن الحكومة في العراق ماضية بسياساتها الانتقامية والتدميرية لأبناء العراق بحجة محاربة داعش. معنا اتصال، معنا اتصال احمد من دياله. تفضل احمد، سولف لنا اللي على يصير هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تفضل احمد، حياك الله. تحيه لك وعلى قناه الراقدين وصابرها ومشاهدي الكرام. حياك الله يا هلا بك استاذ عمر. اليوم سمعنا انه يريد يقيرون قائد شرطه دياله، فهي في المشكلة طلعت إبقاء الشرطة، فهم ما يخلون واحد شريك سلطة، هم كلهم ميليشيات وقتلة مجرمين، شريك وطني ما يعطونه سلطة، فهو هذا يروح شريك يجي شريك، وهاي مؤامرة صارت مؤامرة فتنة شريك إنه يقتلون قتلوا من الطرف، لأنه هو يجيها واحدة يقتل من الطائف ومن الطائف، انتقاما لأنه أفلسه ما حصل على أصول، هو هذا السبب. شنو السبب شنو؟ يا ريت إذا التلفزيون عندك عالي تنصل للأخير. لأن أفلسه أستاذ عمر بالانتخابات ما حصل على أصوات، فأريد أن تقبل من طرفين، فأفلسه من الطرفين. والسبب الثاني هي إدارة الفتنة. نعم. زين، شنفسر استمرار عمليات حرق البساتين والمنازل؟ زين وين الجيش؟ وين الشرطة؟ وين الحكومة؟ زين هو هذا حل؟ يعني هو هذا حل؟ يعني لو افترضنا جدلا بأن هناك دواعش بهذه المناطق، زين شنو داعش يخاتل جوا النخلة لو جوا الشجرة لو مدفون جواها؟ أخ عمر، نعم، الدواعش بالنسبة لهم صنيعة واحدة، هم والميليشيات وهدفهم واحد، والجهة اللي تمولهم جهة واحدة نفس الجهة. فأنا ما أبرر داعش ولا أدفع عن داعش، لكن داعش ما له أي علاقة بالموضوع. طيب، وهم حتى أخوان الشرفاء من الطائفة الشيعية كشفوهم وعرفوهم وعرفوا حقائقهم. فشفت أنت هذا أبو عقال ذاك اليوم الشيخ اللي شلون قام يحكي عن عامري، زين فرأت أخوان من الطائفة كلهم طائفة الشعب العراقي هم عرفوهم، فبقوا هذول جمهورهم اللي تابعين لهم للأسف يعني يجرون وراهم. نعم. الشعب العراقي المواطن الأصيل الوطني عرفهم ورفضهم، والدليل على هذا يعني ما حصلوا على أصوات في الانتخابات الكلام. زين شلون نفسر عجز القوات الحكومية عن حماية المواطنين؟ يقولهم اطلعوا احنا ما نقدر نحميكم. صحيح استاذ عمر، صحيح ما يقدرون، صحيح. اذا اليوم يعني خلوا الصوره مال كاظمي ودسوها بالحجره. نعم. الدليل على هذا انهم هم السلطه بيديهم.
لا شرطه لا جيش لا رئيس وزراء لا رئيس جمهوريه لا رئيس برلمان. زين برايك برايك لابس عقال ويطلع مؤتمر صحفي وداير مدوره مسلحين ويدعو الى حرق البساتين، هذا ولا استاذ عمر هذا ولا تابعين لهم تابعين هاي الميليشيات؟ نعم. زين غير شيخ العشيره او الوجه او المسؤول يصير عنده حظ وبخت؟ استاذ عمر هو كل من لبس عقال هو شيخ، والله للاسف والله لا قصر حتى العقول اللي لبسوها. هذول مو شيوخ، هذول شيوخ مزيفين. لا هذول مو شيوخ حقيقيين. صدعوا روسنا يقول لك النظام السابق كان يعني يدمر البساتين بحسب ما يقولون ويجفف الاهوار. استاذ زين عمر. شنو اللي اختلفوا اذا هم اذا هم يعيبون ذاك الفعل؟ استاذ عمر ما صار تهجير تهجير التهجير هذا التهجير مناطق كامله، حرمان الناس من بيوتها وزرعها وحلالها، هذا بيا شريع بيا قانون. زين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء غير المفروض يوصل الى ذيك المناطق لو ما يقدر؟ استاذ عمر هذا الكاظمي مخلينا خلاص قرعت خضره قدم اكثر، كل خطابات كاذبه كل تصريحات كاذبه. هذا يفكر فكر بس يخلي شوف مجراته بيحط راتبه بجيبه، وهذا هذا الشيء اللي يخليه حسب ما العراق يحترم، حسب لو العراق يعني الافلاس كل واحد حط جوازه بجيبه وطلع برا البلد. ليش هم جايين يحرمون؟ ما جايين يحرمون، هم جايين يخربون. نعم. أنا أشكرك أحمد من ديالة، كان معنا أبو علي من المدائن. أبو علي تعليقك ورأيك على ما يجري في قرى المقدادية بمحافظة ديالة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. صوت العرب صوت الحق. حياك الله. يلا محيك أستاذ عمر أخوي العزيز. نعم. هم أول شيء فشلوا من 2003 إلى هذا ما حققوا شيء لهذا البلد، فشل لا فشل. نعم. حكومة ميليشيات، حكومة طائفية. أنت اليوم أكو نقول منطقة فيها إرهاب، تحرق بالبساتين وتفلش بالبيوت وتقتلون بالحماية العلف، شنو هم الإرهاب هاي سووها فتنة على مود الشعب ما يظل يلتفت، هذا زور وهذا فاز وهذا خسر وهذاك نجح، على مود سواها على مود الشعب ما ينتبه على الانتخابات ويا والفاز والخسر. عم الحكومة فاشلة، أبوهم لا حتى إيران يعني إلى شيوخ العشائر وينهم؟ دور شيوخ العشائر اليوم ليش شيوخ العشائر السلطاء ساكتين؟ يعني ليش في العراق؟ يعني والله يا بالقرآن مهزلة هاي الحكومة، والله مهزلة. يعني هاي النساء والشياب يعني هاي نبدي ساكين، ليش هذا التهجير؟ نعم أبو علي تسمعني؟ أنا أشكرك أبو علي، هناك مشكلة بالصوت. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أكد ناشطون وصحفيون عراقيون نجاح حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فضح جرائم الميليشيات ضد سكان قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، فضلا عن تمكنهم من إيصال صوت سكان القرى المستباحة للرأي العام بغية خلق حالة من التضامن الشعبي والإنساني مع مهجري المقدادية وفضح زيف وخداع الأحزاب. وأكد ناشطون عبر وسم الطائفيون يقتلون ديالى أن الكاظمي يظن بصمته عن جرائم التطهير الحاصلة في قرى ديالى بأنه سيعزز فرص حصوله على ولاية ثانية عبر كسب ود الميليشيات والقوى السياسية التابعة لإيران، فيما اتهم آخرون الحكومة بالتواطؤ عبر تسهيل دخول الميليشيات لتلك القرى. كما أوضح صحفيون بأن كل من الحكومة والميليشيات تعترفان بأن الهجوم على قرية الرشاد نفذه تنظيم داعش، إلا أنهما اتخذا داعش ذريعة لتهجير وترهيب سكان القرى بأطفالها ونسائها وشيوخها. فيما سخر آخرون من نفي القيادي في ميليشيا جيش المهدي حازم الأعرجي المعروف بفتوى استباحة الدماء أول أيام الاحتلال 2003، سخروا من نفيه وجود عمليات قتل وتهجير في قرية نهر الإمامة. معنا اتصال من أبو غريب. أبو صنديد من كربلاء، تفضل أبو صنديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. تحياتي لكم قناة الرافدين، المقدم برنامج والكونترول والكادر جميع إن شاء الله. حياك الله، يا أهلا بك. أولاً إحنا من المحافظة نستنكر هذا العمل الشنيع اللي طال العوائل بنار الإمام، والرحمة والخلود لشهداء بني التنين. نعم. الدم العراقي غالي علينا. نعم. كان من سين وكان من صاد. نعم. احنا البلد واحد، احنا عراق ومتصاهرين. نعم. انا قبل فتره، قبل ما اتكلم عن الموضوع، انا كنت في سوريا. اذا اي انسان، اذا من الانبار واذا من الموصل واذا من كربلاء، من يحتاج دم، ماكو طائف في هذا السنه وهذا الشيعه وما اعطي دم. نعم. واذا يتعارك واحد من اهل الموصل ابو البصره يرجع وياه. نعم. واذا ابو البصره تعارك ابو الموصل يرجع وياه، انا مثل ما قلت لك بهذا الكلام. نعم. اولا السبب الاجرام اللي يصير وسبب هاي الخروقات اللي يصير هو ضعف الجهد الاستخباراتي بالمنطقه وبالعراق بشكل عام. ليش؟ لانه عندنا 16,000 ضابط دمج. هذول عندهم نقص بالثقافه العسكريه، بثقافه الامن والخطط العسكريه. يعني اغلب الموجودين من الضباط الدمج ما يعرف يكتب حروف ابجديه، يعني يكتب مثلا يراجع غدا يكتبها بحرف النون. ما يكتبها بالالف الالف التنوين. فشوف الكوادر العسكريه والملاكات العسكريه تعرف ضباط، يعني تعرف عندنا هذا العدد اللي قلت لك فيه 16,000 ضابط ويتبوؤون مناصب عاليه بالدوله وبالجهات العسكريه والامنيه، وهم ضباط عديمي الثقافه. هذا الشيء. نعم. الشيء الاخر التباهي بالمناصب والمحسوبيه والمنسوبيه بغض النظر، لانه هو المنصب على اساس انتماء للحزب مو على اساس الكفاءه. نعم. فاحنا رايحين الامور راح يتعبيها البلد بسبب هذه قله الثقافه، قله الوعي، قله الامور الاداريه، ما عندنا اطلاع فيها. هذا السبب هو اللي وصلنا لهي النتيجه. والرحمة والخلود للشهداء، نستنكر كل عمل يطيب العوائل، وإن شاء الله الخير والأمان لكل العراق وإلكم إن شاء الله. شكرا لكم. أنا أشكرك أبو صنديد من كربلاء، كان معنا اتصال أبو علي من أبو غريب. تفضل أبو علي. أبو علي من أبو غريب، يبدو أنا فقدت اتصال مع أبو علي من أبو غريب. طبعا نظم أهالي مدينة الأعظمية في بغداد وقفة تضامنية مع أهالي قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، احتجاجا على الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة بحق سكان هذه القرى. كما ندد أهالي الأعظمية بعمليات التهجير مطالبين بإعادتهم إلى قراهم. خلونا نشوف هذا المقطع من الأعظمية ونرجع لكم. Thank you.
نعم، معنا اتصال أبو زيد من كركوك. أبو زيد، كيف تفسر أو أين الحكومة من استمرار عمليات تهجير المواطنين وحرق منازلهم وبساتينهم بقرى المقدادية في ديالة؟ أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هي دولة ماكو، إذا دولة ماكو ميليشيات وداعش وما عايش وكاهل السالفة. نعم، إذا ماكو دولة تطلع من عصابات وميليشيات وما تعرف هذا من هذا. أي أيوة، فهو اللي شو اسمه اللي صار بدياله هاي فتنة، سوى فتنة طائفية، بس إن شاء الله ما تصير. نعم إن شاء الله ما تصير. زي الحكومة وينها؟ أنت قلت دولة ماكو، يعني ما معقولة أنه جيش تعداده هو والداخلية يوصل مليون، أكثر من مليون بالصنوف المتعددة، ما يقدر أنه يحل هذه القضية؟ يعني داعش يفوت يقتل قرية الرشاد 30 ويصيب بحدود يعني 30 بين قتيل وجريح، ويصير الرد من قبل ميليشيات تتخذها ذريعة على الناس الأبرياء. زين ماشي، زمونا واحد داعش حتى نفتهم هذا شلون فات، منين طار، منين نزل، شو يعني؟ ما معقول انه محافظه مسيطره عليها بها جيش وشرطه وبها ميليشيات وبها حشد، شلون فات وكتل وطلع وبعدين يجون يتخذوها ذريعه للهجوم على قرى اخرى؟ هي استاذ عمر، هي مو المشكله اللي سووها طائفيه، يعني انتخابات ما فازوا، اي اللي سووها طائفيه هم، يعني محترماتي لك والمستمع، يعني هاي يعني ميليشيات وداعش، وداعش انا على ابو داعش لما جاب داعش علينا. وبس الميليشيات مو شلون وجهين عمله واحده، اثنينهم شفت واحد. نعم ايوه، الله المعين. انا اشكرك ابو زيد من كركوك، كان معنا. ابو علي من ابو غريب يعاود الاتصال، تفضل ابو علي. الله يخليك والله ان شاء الله، واهل واهل دياله والعراق، كل العراق مرح. نعم، من وراء هاي الهجمات اللي سقوا بالانتخابات، يعني يريدون يضربون اهل دياله ويضربون اهل الانتخابات. الله زينهم. اي انا ناشد اهل السنه الموجودين، اقول لهم بس اقول لهم حكايه واحده، كلهم كلكم تسفون دجاجه ولا بيكم ديك واحد، بيكم ديك واحد يهز ضميره. يعني معقوله؟ يعني بس هذا حكي، يعني شلون بالله أبو علي هذا تعبيرك؟ يعني وضح لنا يا شلون بالله، يعني شو تريد مثلا بهذا المثل؟ يعني ما فيهم، يعني كلهم واحد من أهل السنة الموجودين بالحكومة. أي يعني ما واحد منهم خيري انا. نعم، الصوت ده يقطع مع ابو علي من ابو غريب. ابو علي من الناصريه، تفضل ابو علي. الله يسلمك، شلونك استاذ عمر؟ اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. شلونك؟ الله يخليك، رحم الله والدك. شلونك؟ تفضل اخويا. شلونك؟ اقول لك شلونك، زين؟ مو قلت لك زين؟ تفضل طينا رأيك بما يجري في دياله. أستاذ عمر، يعني هاي شوف ذولا مسيطرين بالسلاح، يعني لا يقدر السني ولا شيء يقدر، ذولا أم خارجي، والطائفية من سووها هم إيران سوت الطائفية. في أخويا تشوفه الله وكيلك السعاني من نشوف مضوجا ذولا زين. هم هالرجال يعني
زين أبو علي، أبو علي أبو علي ها الحكومة وينها من كل ما صار ويصير؟ يعني داعش فات كتل ناس أبرياء بقرية الرشاد وطلع كل شيء ما صار بداعش، دول المجموعة اللي فاتت. بعدين جت ميليشيات هجمت على قرية أخرى وكتلت وبدت تهجر وتحرق بساتين. الحكومة وينها من كل اللي صار برأيك؟ أستاذ عمر، أستاذ عمر أعطيني مجال أحمل الله وجهك شوي، خلنا نسولف وياك. تفضل. الحكومة المسيطرة عليها الميليشيات، المسيطرة عليها بلال القادة أو الميليشيات الكبار، يعني هو يقتل ما حد حاشي. يعني أنا أقول لك ذولا شوف من أجروهم يردون يأخذون هذا المكان منهم، يعني يسوونه قاعدة إيرانية. فهمت حكايتي؟ نعم. خاطر هم يسيطرون على من يسيطرون؟ على اخواننا السنة. احنا ما ندور طائفة، احنا لا حول ولا قوة استاذ عمر، احنا ما بدينا شيء. نعم. يعني سؤالي، يعني سؤالي ماكو منكم قالوا هذا ضعفي من جماعة النظام، تشمرنا الظهر نحن. فذول اخويا انا اقول لك تدري شنو الحل اللي فيهم، تدري شنو الحل؟ احنا الطائفية ما ندورها زين. نعم. شوف احنا ماكلين ويا، شوف السنة ماكلين وياهم واخوتنا، والله خالق امه واحده، لا خلق لا شيعي ولا وهابي ولا هاي، خالق امه واحده. يعني حتى الله ما يقبل، حتى الاسلام ما يقبل. يا ابو عمر الله خالق امه واحده، السنه والشيعي، يعني هاي يعني ما سامح، هاي قبل انا ما سامح شيء الطائفيه. يعني زين يعني هاي الحركه هي اللي صارت. نعم. الحركه اللي صارت بدياله شو تفسرها انت؟ اكو البعض يقول لك لان اكو يعني احزاب وميليشيات خسروا بالانتخابات، انت شنو تفسيرك؟ انا اقول لك شلون، ابوي قادر على امي، ابوي قادر على امي، دول يجون على ضعفاء. شفت انا سحكيتي؟ دول احزاب يا اخويا. شوف السنه هم احزاب والشيعة هم احزاب، هذول ماكو السنه ذيولها والشيعة ذيولهم. الشيعة زين، انت احنا ما ندور طائفه يا حبيبي، احنا الله خالق امه واحده. زين لا يقبل لا الله ولا رسول يقبل. فذول اخويا تدري شنو هذا؟ كله حقد، هذا كله دعم ايران. احنا ما نقدر اخويا، الله وكيلك، يعني شو نسوي؟ يعني يعني تقوم يقتلونك، السلاح هذا ماكو، كله خارج يا حبيبي. احنا سؤالي ماكو بنشوف الرجاله، الله وكيلك ابو جن ابشي ابشر. هذول هن، هذول هن عراقيين، هذول هم مو عراقيين، هم هذول من يعني جايين من الهود. هسه انا اقول لك الى اجل ايران ما حد حاكي، زين الهود ما حد حاكي، زين يطلعوا مكان احسن مكان. احنا شنو يعني هذول اخواننا؟ يعني ليش يحرقوهم؟ الله ما يقبل. بس والله شوفها، شوف راح اقول لك بعشايه، الله ما يعاقبه ان شاء الله، والله ما يعاقبه الله، والله ان شاء الله هذول يعني ايامهم يعني ما تدوم ايامهم، يعني شوف كلش يعني يعني مو طويله. احنا ليش يعني هذول اخواننا شيعة؟ شوف هذول اخواننا ماكو يعني ما تفرق عنا، زين زين لا شيعي ولا اي شيء، زين يعني سان الله كلك ابو جبنا شو مان، يعني سان الله كلك من الله يسلمك، من اخذوا الهوش. نعم. زين من اخذوا الغنم، ليش يعني يقبل واحد يسوي شو هذا؟ يقبل هذا المليش واحد بالذات كاوليه ذولا، انقص من الكاوليه، انقص من الغجر، انقص من الشيطان. الله وكيلك لا الدين عندهم لا يخافون الله. زين هذا اخوك انت، ليش تسوي شيء؟ ليش تدق عليه؟ مو بشر هذا، مو انسان، السنه مو الله خالقه، الله أنا واحدة. نعم. أنا أشكرك أبو علي من الناصرية. كان معنا أبو حيدر من أبو غرابة. تفضل أبو حيدر. انقطع اتصال مع أبو حيدر من أبو غرابة. طبعا في سياق الغضب الشعبي من مجازر الميليشيات في العراق، نظم عدد من متظاهري ثورة تشرين في بغداد وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في محافظة ديالى، مؤكدين تضامنهم الكامل مع سكان القرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات. خلونا نتابع هذا المقطع من بغداد ونرجع لكم. نقف اليوم استنكارا لاستخدام المدنيين العزل كدروع بشرية فوق سواتر تصفية الحسابات السياسية واستخدام الأبرياء كرهان لمحاولات التغيير الديمغرافي التي لا تخدم سوى القيادات الطائفية والأحزاب الميليشياوية المعتاش على الفوضى. اليوم لا يخفى حتى على الطفل العراقي أن الخلل الأساس في كل خرق أمني هو سبب ضعف بل غياب الغطاء الأمني وتخاذل القائمين على حفظ الأمن عن القيام بواجبهم إلا وهو
حماية كل عراقي داخل حدود أرضه. كما نؤكد نحن ثوار تشرين على جهوزيتنا العالية لإبداء المساعدة من خدمات تطوعية إسعافات وأي احتياج ضمن المستطاع نقدمه لأهلنا في ديالة. أن العراقيين الذين جسدوا أروع معاني وحدة الدم والمصير إبان ثورة تشرين المباركة لن يخضعوا للمحاولات المكشوفة للعودة بهم إلى واقع ما قبل تشرين. إلى ذلك أظهر مقطع فيديوي متداول على منصات التواصل الاجتماعي قرى خالية من السكان في قضاء المقدادية بعد إن شهدت هذه القرى موجة نزوح إثر عمليات القتل والاستهداف للمدنيين من قبل الميليشيات المسلحة وسط صمت حكومي عن معاناة الأهالي في المحافظة. نتابع هذا المقتطف. أحاديات من قال أسلحة خفيفة أي هذا اللي سوينا خدت لنا ببيوتنا وقلت لقون أخير شي دقوا البابان علي حصرت اليدات بالغرفة الله شاهد علي ما طلعتهم راحوا بالمنطقة قلت له واحد بديت القرية ردونا وقلت له جيراننا خطية اثنين ردوا يهجموا على هاي القرية خطية الفوق من عندنا وهاي اللي نقدر عليها بعد شو نسوي وليدي هاي هي لا حول ولا قوة نسلم أمرنا بيد الله هاي رابع مرة خامس مرة هي هاي القرية التهجر احنا بيها عليها نتهجر ونرجع انا ذاك اليوم سويت عوده قبل شهرين ثلاثة اشهر زين هم ظلنا تاركينها نعرف ساعه الساعه تصير مصايب وظلت تاركها اخر شيء سويت عوده قلت ان شاء الله ماكو شيء اشو ردت الوضعيه نفس الطلايب وقعت بيها العالم الابرياء لا بيها لا عليها هذ ذبحت عمي احترقت بيوت ان خال حلالها زين وانهانت وكل شيء صار زين وما تعرف البشر اللي جاك يدور هالسوالف هاي ما تعرف من اي جهه هاي بنايمين ببيوتنا ولا يم احد ولا يم احد ونايمين ولا ندري ولا نعلم ما ندري صار في شق بالعيثه ما ندري يم عقال القريه الفوق من عندنا يتفقاد من عندنا وكحقنا شعلينا بيهم هم قبلهم واحنا قبلنا ما درينا نمنا ما هجتنا قال قاموا يضربون بينا جتنا الصبح شربتنا شرب المي هباب النسوان الزلم مركب بالبساتين والنسوان حبي 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 على بطوني بنص الطين بنص المي بنص معنا اتصال أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد أين الحكومة من استمرار عمليات تهجير وحرق منازل المواطنين وبساتين المواطنين في قرى المقدادية بمحافظة ديالى؟ أي نعم والله الحكومة تدري وهي منطقة هذا الأمر شلون؟ الحكومة لو تريد شان ما خلص هذا من شكل ويشتل هالناس والأبطال هاي قتلونها نصف الليل وصار الليل ليش هذا مو حرام عليهم يسوون هيك شوف الصلاة هذا نعم هذا الموضوع اللي يسوون يعني سواني يعني مثل على مدى الانتخابات ما حد انتخابهم فدبوا غارهم وين هالمواطن لنا نعم يعني تشوف بسبب خسارة بعض الأحزاب والميليشيات في الانتخابات اللي يسوون هذا الفيلم لهدف شنو؟ اي هذا للضغط للضغط يعني على أطراف أخرى في الحكومة اللي فازوا وحتى يحصلون على مناصب هم حتى الخسرانين راح يسوونها بيناتهم ويصيرون وياهم هم راح يصيرون نفس الشيء ترى ما كفر الله المعين. أنا أشكرك أبو أحمد من صلاح الدين كان معنا. طبعا أكد المهجرون من قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى أن الميليشيات التي هاجمتهم قتلت العديد منهم وحرقت منازلهم وسرقت أموالهم وممتلكاتهم وأجبرتهم على الخروج من قراهم بالقوة. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. أجوا علي أبوان بنتش قلت لهم ما عندي هاي صغيرة وخذوا تفكتي وخذوا زدوتي وحرقوا بيوتي أربع بيوت حرقوهن بنهر الإمام وما خلوا علينا ودفتني متفقق قال هسه كم أنتوا شو أنتوا جال جال عندي أنتوا قلتوا يقول بنت باكر أنتوا قلتونها وقمت عايق تعيوني قال ما أنا حبيت مني يوم عبيت مني خلص الجهالي والله العظيم وكل يوم دمروا الشيخ والشيخ هسه يشتغل قلب على باتري دمروا الشيخ وهذا الشيخ والعشيرة المهدية كلها دمروها إيش مني شيات وجانا ما كنا عن هوايشنا راحت وبيوتنا راح ولو تيجي الشاي من بيت ما ظل كل اللي احترقوا سماد وهالشيء يطلع كشف
دمرنا دمار. احرقوا بيوتنا، قتلوا ولدنا، خذوا حلالنا، كل شيء ما ظلدنا ظلدنا يا عيال. طلعنا بلط. والله يابا ما ندري ليه. بالليل جونا ما نعرف فين القصه. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.